نتحول إلى مراسلنا في برلين يمان الشواف. مرحبا بك. يعني الآن نحن أمام هذا المؤتمر الذي فيه شركاء جدد متحمسون لمساعدة السودان وبأولويات لسنا نعرفها. يبدو أن الأولوية الآن على الأقل بالنسبة للحكومة السودانية هو تخليص السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، أليس كذلك؟ نعم، يعني لو عدنا لهذا المؤتمر الذي انطلق اليوم بدعوة ألمانية، ألمانيا التي سترأس قريبا الاتحاد الأوروبي، يبدو أنها تبذل جهد كبير في دعم السودان، في دعم الحكومة الانتقالية في السودان، وهذا الدعم نابع من الدعم الاقتصادي في الدرجة الأولى. نحن نعلم أن السودان يعاني الكثير من المشاكل، خصوصا بعد المرحلة الانتقالية. السودان يبدأ مرحلة جديدة. الحديث يعني ما تحدث به وزير الخارجية الألمانية هو الشراكة، وليس أن يكون هو مؤتمر المانحين، وهذه الأهمية أيضا التي يركز عليها رئيس الوزراء السوداني. أيضا يتطلع السودان إلى أن يتم إزالة اسمه من لائحة الإرهاب، قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، لتبدأ عملية التنشيط. اليوم هذا المؤتمر هو بقيادة الدبلوماسية الألمانية، الدبلوماسية الأوروبية، التي تهدف كما قلنا في الدرجة الأولى إلى الدعم الاقتصادي، إلى الاستثمار في هذا البلد، هذا البلد الغني بالطاقات بموارده، لتأسيس هذه المرحلة الانتقالية والذهاب إلى مرحلة استقرار، مرحلة اقتصاد، مرحلة تبادل فوائد ومصالح بين كل الدول. وهذا الذي يعول عليه السودان، وهذا الذي ربما سيعلن عنه في نهاية هذا المؤتمر. طيب، هذه المبادرة الألمانية لمساعدة السودان وشركاء آخرون يريدون مساعدة هذا البلد، لكن نريد أن نعرف ما هي من خلال هذا المؤتمر، ما هي الأولويات، الشروط والإكراهات التي سيواجهها السودان حين بدء المساعدات الموجهة إلى اقتصاده؟ نعم، لو عدنا لما تحدثت عنه وسائل إعلام ألمانية، وهي تسريبات، وأيضا وسائل إعلام سودانية، كانت تتحدث على أن ألمانيا طبعا تتحدث على قروض ربما من صندوق النقد الدولي، من الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى اللحظة لا يوجد تفاصيل دقيقة عن هذه القروض، آلية تقديمها. هناك حديث على أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يتحدث عن مشاريع طويلة الأمد، بمعنى نحن الآن أوروبا تعاني من فيروس كورونا وتبعات هذا الأمر الاقتصادي على هذه الدول، لذلك هذه الدول ترغب أن تلمس مشاريع جدية، مشاريع طويلة الأمد من الحكومة السودانية. وبناء على هذا الأمر ربما يكون هناك رغبة لدى صندوق النقد الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي بدعم هذه المشاريع. هذا حتى اللحظة هي بعض التسريبات التي صدرت، ولكن سننتظر حتى نهاية هذا الاجتماع وما سيعلن في المؤتمر الختامي بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حميدوك وكذلك وزير الخارجية الألماني في نهاية هذا المؤتمر. يمان الشواف مراسلنا في برلين، شكرا جزيلا لك.